حجم صغير نسبيا، ولكنها قادرة على قتل مخلوقات أكبر منها بكثير. ضحاياها من الحيوانات بالآلاف، وقطرة واحدة من سمها تعني النهاية لبعض البشر. فهيا بنا لنتعرف على هذا الكائن القاتل. الأرملة السوداء هي العنكبوت الأكثر سمية في العالم، ومع ذلك لها سمعة سيئة أكثر مما هي عليه. تعيش بأمريكا الشمالية وأستراليا وأجزاء من أفريقيا وآسيا. بحسب بعض البحوث، فإن سم الأرملة السوداء أقوى من سم لدغة الأفعى بحوالي 15 مرة. سم الأرملة السوداء هو سم قاتل للبشر فقط في حالة عدم حصول الضحية على الرعاية الصحية في الوقت المناسب، حيث أن لدغتها مثل وخزة الدبوس من حيث شدة الألم، الأمر الذي يجعل الكثير يستهين بخطورته. سميت بالسوداء بسبب لونها، أما الأرملة فذلك لكونها تقوم بقتل شريكها بعد التزاوج. تعيش الإناث في المتوسط 3 سنوات، في حين أن الذكور أقل حظا منها وتعيش لشهر أو شهرين فقط. الأرملة السوداء تحب المكوث في الأماكن المظلمة، الأمر الذي يجعلها غير مرئية خصوصا بسبب لونها، وهنا تمكث الخطورة. الذكور أصغر حجم من الإناث، وهي بنصف حجمها تقريبا. بطن الذكر أصغر وتتخذ شكلا بيضاويا أكثر. لا تعد ذكور الأرملة السوداء خطرة كالإناث لأن لدغتها غير سامة.